قائد النفس العسكري الثوري في محافظة درعا يقوم بتفقد أحوال المدنيين المهجرين من منازلهم من بلدة كرك الشرقي إلى بلدة أم ملك. أثر القصف على بلدة كرك بالمروحيات والهاون. 6-8 7-4-4 أبو طارق حبيبي بدي ينفتح ثغرة إجباري في نقطة مشان نسق مع أمريكا من مخارج الطاقة يا رب الرئيس من طنجة الحارة نسق ومعنا نقيب مصطفى إيه هذا الرقم شغال للأسف على الجوال يلا نسق محمد الله يرضى عليك يلا جاسم يلا 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 السلام عليكم يلا ماشي مصطفى ايه النفيد يلا اتكل على الله السلام عليكم يا شباب شو اخباركم احنا جايين للشكر اهل المولد على الاستقبال استقبلوكم اياه وهذا واجبهم والثورة هاي نتائجها انه الناس كلها بتصير اهل واحنا بالاصل اهل واهل الكويت اخوتكم باعثين مساعدة مالية لكم واذا حدا عنده احتياج او عنده مشكلة احنا جاهزين لحلها وان شاء الله بترجعوا على الكرك وعلى حوران محررة بفضل الأبطال اللي حوالينا السلام عليكم مرحبا ألو أهلا أهلا شكيت لا أسا بشوفون الأمن أي أمن السلام عليكم هاي قاشي حوى عنكم كل يوم تسوي مضاعرة حارتك كذا كل يوم سيد صور حيهم حيهم السلام عليكم الجيش الحر انتم يلا ما سمعت شيء الله بحي الجيش الحر الله بحي الله حيهم السلام عليكم الناس صورنا ناس عشان الله صورنا مصور يلا على تطلع السلام عليكم ابو اسعد صور لي ابو اسعد صلح انت تاكل مشان عقيل ما عندك مقدم ما عفان السلام عليكم يا شباب الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه برا علي السلام عليكم شكرا لكم يا شباب